عندما كنت في سادسة عشرة من عمري أفطرت يوما في شهر رمضان عامدا، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك، هناك من قال الكفارة ككفارة من ظاهر من أتى زوجته، إن هو يصوم 60 يوما متتابعة، أو إن هو يطعم 60 مسكينا. ومسألة الإتيان النساء في رمضان، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير أم على المصلحة؟ هذه 3 أقوال في المسألة. مسألة التخيير قال بها كثير من أهل العلم، مسألة الترتيب قال بها بعض أهل العلم، ومسألة المصلحة قالها بعض المالكية، ومنهم منذر ابن سعيد البلوطي عليه رحمة الله. ويذكر أن الأمير عبد الرحمن ابن ناصر الأندلسي ظاهر من زوجته، ظاهر من زوجته، فلما رفع أمره إلى قاضي الأندلس منذر ابن سعيد البلوطي عليه رحمة الله، وكان رجلا شديدا في الحق، وكان سلفيا الاعتقاد، لكن له وهلات وله زلات، ومن ذا الذي يسلم من ذلك؟ من زلته أن أولاد الأنبياء أنبياء، وهذه زلة ووهلة عظيمة، ليس أو مثله في جلالته ما كان ينبغي أن يقع فيها، ولكن إنما يقع الفضلاء في بعض هذه الزلات ليعلم الناس أن أحدا ليس معصوما من الخطأ، وإنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الرحمن لما ظاهر من زوجته ورفع أمر إلى قاضي الأندلس، قال لا أرى إلا أن تصوم 2 شهرين متتابعين. الله، قال له طب مش كده الأول نبدأ بالرقاب نعتق رقبة؟ قال لا أرى إلا أن تصوم 2 شهرين متتابعين. ما أول حاجة اعتق رقبة. طب هو لو قال له اعتق رقبة، يا سلام تسهل جدا، تيعتق بدل رقبة كام؟ 1000 رقبة، فالرقاب كثيرة، ولكن أتى بما يردعه ويزجره، لأن الكفارات في معنى العقوبات، فلابد أن يجد المكلف فيها حس العقوبة. لكن لو المسألة بقى على السعة وبسيطة يعني براحتك، لا، لابد فيها من حس العقوبة. فهذا الأخ الذي أفطر يوما في رمضان على قول عليه أن يصوم 60 يوما متتابعة، وإذا لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا، فإذا لم يستطع فعليه أن يأخذ من مال الصدقة ما يطعم به، فإذا لم يجد أي شيء من ذلك فليتب إلى الله. هذا قول بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.